ضايع، كرة مخطوفة تبدو خطيرة لمسعى أودينيزي. السلام لوكا، تسديد، جول 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 جول، يسجل أودينيزي، يسجل أودينيزي ويتقدم في المباراة قبل نهاية مجريات شوط المباراة الأول. يخطف سمرزيتش هدف قاتل في اللحظات الأخيرة من شوط المباراة الأول. سمرزيتش من تحدث عنه فابيو كانافارو وقال بأنه يعجبني كثيرا أداء، يسجل، هو الذي تكفل بتسجيله. لا 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 لا، اللي سجل بايرو اللي سجل، لكن سمرزيت صاحب التمريرة الساحرة الأولى وصلت بعد ذلك لبايرو. بايرو من تسديدة كانت من اللاعب الخطير لوكا وصلت إلى بايرو، سجل بايرو وتقدم أودينيزي قبل نهاية مجريات شوط المباراة. نقطة إذا ما انتهت هذه المباراة بهذه النتيجة. كرة ملعوبة خطيرة، الله، مستحيل يا سيني ميكرز، الله الله الله، هدف ولا من الخيال، من الخيال، من الخيال يا سالي ميكرز. هكذا لابد أن يكون التعادل، بهكذا طريقة، بهكذا جمال، بهكذا روعة. يا الله، شوف اللقطة، أين أنت يا أوكوي، أين أنت يا أوكوي، هات من المرمى، تحركت الشباك أخيرا، سجل بولونيا هدف التعادل، عادوا للمباراة وهم بعشرة لاعبين، تتحمل مسؤولية يا أوكوي.